كم انت رائع بليسيا، كم انت مميز بليسيا. ايه العبقريه اللي قدمها النهارده؟ المعلم تفوق على التلميذ. شفت بليسيا النهارده؟ اه طبعا. شفت الراجل قد ايه مدرب واقعي جدا، وقد ايه الراجل عرف يقرا السيتي. وايه كمان؟ شفت بليسيا النهارده وتغييراته. وايه كمان؟ المهم ان بليسيا طلع كسبان، صح؟ لا، مش بليسيا طلع كسبان وخد الثلاث نقط النهارده قدام بيب، يبقى ليه التفوق سعادتك؟ بس عادي، عندك حق. بما ان السيتي اتغلب النهارده، فلو انت مش مشجعين السيتي فممكن تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وممكن لو انت مش مشجعين السيتي تعمل سبسكرايب برضو، او تعمل ديسلايك، او تنزل تشتم، او تقول اللي انت عايزه. عشان ما اضحكش عليك، لما شفت النهارده رحيم ستيلينج اساسي وبنجامين ميندي تحتيه وزيلتشينكو، قلت ان في مشكله ناحيه الشمال. طب فين كيفن دي بروين؟ لا، دي بروين مريح. طب فين كاي جندوجان؟ كاي جندوجان مريح. طب فين رودري؟ رودري مريح. طب فين دياز؟ دياز مريح. ما احنا بنلعب بايه ساعتك يعني؟ امال احنا النهارده نازلين نعمل ايه طيب؟ بنريح الفرقه لمباراه دورتموند، تمام، بس المفترض ان بيب جوارديولا عمره ما اتغلب من بليسيا، فالنهارده هيجي يضحي بكده في موسم منتظر ان السيتي يكون فيه عامل حاجه في الدوري ما عملهاش قبل كده، وهو انه رجع من تحت خالص، وقدر ان هو يقتنص المقدمه، ومثلا ان هو خط دفاعه السنه دي قوي جدا، ينفع ان نفس السنه دي اللي تخسر فيها من بليسيا لاول مره في تاريخ الكبد؟ مش عارف، بس هو الراجل كان عنده ثقه ان انا الثلاثيه بتاعت رحيم وجيسوس وفيرن توريس هي اللي هتثمر على ان احنا نستغل الكور اللي هتجينا هجوميا، وخط دفاعنا اللي فيه ناس ايكاي وستونز وقدامهم فرناندينيو هيقدروا ان هم يسدوا قدام سرعات بيلعب بيها بليسيا، سواء رافينيا، سواء الناحيه الثانيه هيردر كوستا، سواء كمان التقدمات اللي بتيجي من روبرتس او بتيجي كمان من دالاس. ما عملناش حساب كل ده، ما عملناش حساب اي حاجه، احنا عملنا حساب ان احنا فريق بطل ومنظومه ابطال. طب سعادتك، احنا مش منظومه ابطال ولا الكلام ده، احنا هو لو دورت على كل خط الدفاع فهتلاقي ان 50% منها روبن دياز و50% لطالو كرودري السنه دي. لما النهارده شلت دياز وشلت رودري، منظومتك الدفاعيه رجعت للسنه اللي فاتت ورجعت لنفس البؤس اللي كانت فيه. لو قعدت تقول لي لا رودي فرناندينيو ايه ذنبه؟ ما انت اتفرجت على الجون الاول هتلاقي ان لو عندك ديفندر عنده شويه سرعه كان ممكن يعمل فاول عادي، او ممكن مثلا يعرف يتمركز في مكانه اللي بيستلم فيه اللي بيستلم فيه دالاس، ده كان مكان فرناندينيو. مفترض ان فرناندينيو يكون مغطي المساحه دي، لا فرناندينيو ما غطاش، والهدف الاول دالاس بيشوط، والهدف الثاني هتقول لي فرناندينيو ايه علاقته بالموضوع؟ علاقه الهدف الاول كان بكانسيلو، بس انت عشان بتحب كانسيلو ما تكلمش عليه. لا، كانسيلو ما بيعرفش يدافع، ودي حاجه قلناها قبل كده كتير، فكانسيلو وفرناندينيو يتحملوا جزء من الهدف الاول او يتحملوا الهدف الاول كله. الهدف الثاني بقى، فانا كان نفسي افهم ليه مثلا فرناندينيو ما قررش ان هو يعمل فاول؟ يعني ليه مثلا ما شدش؟ خايف من الانذار؟ ما انت خدت الانذار بعد الهدف ده عن طريق رافينيا الناحيه الثانيه، لما حد يعدي منك روح شديته. طب ما كنت شديت من الاول وكنت خدت الانذار في لقطه منع هدف عن لقطه ان انت تاخد انذار بعد الهدف وتم احرازه. بس عادي، مش دي المشكله. المشكله ساعتك لما تلاقي دونالد داك زعلان ان هو بيلعبش اساسي، اللي هو عم رحيم احنا متحملينك بالعافيه، وكل الفرص اللي انت بتضيعها غالبا كده بتتقلب علينا باهداف، وبنتغلب نفس الماتش. اللي هو سبحان الله، يعني النهارده رحيم نزل ضيع كور، لبسنا الهدف الاول من اول كوره، رحيم اختفى شوط ثاني، بيب ما رضيش يطلعه، برضه كرة واحدة راحت علينا دخلت جون. اللي هو يا جماعة، طب العف رحيم ولا ايه النظام؟ اه العف رحيم. رحيم لو لعيب بيعرف يجيب اهداف كان مفترض ان هو ما عندوش 9 اهداف دلوقتي، كان عنده حاجة و20 هدف، كان بينافس مع صلاح وبينافس مع هاري كين. انما احنا عندنا لعيب ما بيعرفش يجيب اهداف، فاخرك 9 اهداف تنافس بيهم انت وراد محرز ويكاي جندوجان اعلامين هداف الفريق. ولما يكاي جندوجان يكون هداف فريقك، فاعرف ان انت عندك مشكلة في الخط الهجومي. وقلت انا الكلام ده كتير جدا، قلت يا جماعة كود السيتي السنه دي في خط دفاعها وخط نصها، خط الهجوم مش موجود. خط الهجوم اخيرا بيب اكتشف حته ان والله اجويرو ملوش بديل، واجويرو احنا مش عارفين نعوض اجويرو، ورحيم ستيلينج مش هو اللي يشيل الفريق مكان اجويرو. حته ان انت حولت رحيم قبل كده لمهاجم تسعه صريح، وان هو هتلعب مكان اجويرو، كان سيء جدا فيها، ما بيعرفش يلعب بظهره، ما عندوش استغلال الفرص، ما بيعرفش يجيب جون خالص، فهتحطه تسعه دي هتكون ظلم ظلم ظلم. جيسوس الراجل كان شغال تسعه كويس، ولما اشتغل سبعة على الطرف مكان رحيم ستيلينج قال لك كويس جدا، حلو جدا، احنا نخليه مكان رحيم على الطرف، غير ان جيسوس بيعرف يجيب اهداف، فنخلي جيسوس هنا ونخلي رياض هنا، وكمان لو في الفودن بيكون متاح ان هو بيلعب ناحية الشمال مكان جيسوس، فنحط جيسوس تسعة جوه، ودي بتكون تركيبة هجومية جيدة. انما تركيبة فيرن توريس وتركيبة خيسوس وتركيبة رحيم النهاردة كانت تركيبة سيئة جدا، وده اللي بيقول لك ان موسم السيتي السنة الجاية عايزين هالاند، عايزين هالاند. هالاند مش فكرة ان انت عايز تبذر وتروح تجيب لعيب لمجرد ان هو نجم ساطع، لا، انت عايز تجيب لعيب لانك حرفيا ما عندكش حد بيعرف يهاجم،
لو هنتكلم على السنه الجايه فقوتك برضو الهجوميه هتكون على الطرف. طب بالنسبه للعمق، لا مفيش عمق. طب النهارده مثلا لما لقيت بليسيا قفل العمق وكان بيخليك تلعب عرضيات الشوط الثاني، عشان بعد الطرد لقينا ان كومر لما اتطرد خلاص هو غير 4-1-4-1 وقرر ان هو هيلعب 4-4-1 او هيلعب 4-5-4-5، هيطير هيدر كوستا وهيطير رافينيا وزيرت اللي هتجيله من نص الملعب زي اللي كان بيحصل في لقطه الهدف الاول. هتلاقي ان دالاس بيطلع يعمل واجبات هجوميه. طب الواجبات الهجوميه دي مش تكون موجوده؟ لا، ما هو عندنا بقى ميسلر هيقدم مباراه النهارده عظيمه زي المباراه الكويسه اللي الفريق بيطلع فيها بنتيجه ايجابيه. قلت لك قبل كده ميسلر ده حارس مذبذب، ممكن يعمل مباراه عظيمه جدا ويعمل تصديات رائعه جدا، بس لا فيرن ولا برناردو يعملوا تصويبات من على الطرف، عشان برناردو معروف ان هو بيجي من على الطرف وبيشوط، ورحيم الناحيه الثانيه بيجي من على الطرف ويشوط. فايه اللي انت هتعمله؟ هتقفل عليهم الاطراف وتسيبهم يلعبوا عرضيات للصبح. ليه؟ علشان خاطر السيتي ما عندوش تسعه، ودي اللي لعب عليها بليسيا. وعملنا ايه بقى؟ معناش اي حاجه، عمالين نغير شويه تغييرات. ناس ان كاي بيطلع، بننزل من على الدكه، يلا يا جماعه بسرعه كده، عايزين جندوجان، وعايزين كمان ننزل في الفودن ونطلع مندي، وعايزين يا جماعه نحاول على قد ما نقدر ان احنا نرجع في المباراه. طيب رجعنا في المباراه، جبنا فعلا هدف تعادل عن طريق فيران توريس، بس الكوره الوحيده اللي راحت علينا الشوط الثاني قدر لعيبه ليدز ان هم يستغلوها عن طريق دالاس. برضو دالاس اللي راح بكوره وقدر انه يخلص. قبلها رافينيا كان رايح بكوره، بس الامانه ايدرسون عرف يطلعها كويس عشان هو كان عايز يعدي من ايدرسون. بس ده بيقول لك ايه؟ ان احنا فعلا مش منظومه ولا اي حاجه، احنا بس كان شويه افراد عاملين منظومه جيده. لما الافراد دول قعدوا على الدكه ونزل مكانهم لعيبه ثانيه، ظهرنا على حقيقتنا. يا رب يكون فاهم ان دونالد داك ما ينفعش يلعب بيه المباراه الجايه قدام بروسيا دورتموند، لان ده هذا الرحيم ما ينفعش ان هو يجي يضيع لك كور كتير الماتش الجاي وتلاقي هالاند نفخنا. يا رب يكون فاهمها بس، ومش مهم الاعلام الانجليزي يقعد يطبل ويقول لك رحيم ما ينفعش يقعد دكه، علشان خاطر دول معروفين ان هم عالم، اي لعيب انجليزي بيتكلموا عليه كلام كتير قوي، لما تتفرج عليه في الملعب تلاقي ان هو لعيب عادي قوي. بس عادي، هذا هم الانجليزي يا صديقي، وبما انك يعني مش انجليزي فممكن تعمل لايك للفيديو عجبك وتعمل سبسكرايب. وفعلا يا جماعه افتقدنا المحرز النهارده، مش عشان خاطر تطبيل ولا اي حاجه والله، بس فعلا افتقدنا المحرز كتير جدا. بس راجل قرر يريحه مباراه بروسيا، وده الحاجه الوحيده اللي انا فرحان فيها، ما طالما محرز النهارده ريح والفرقه خسرت معناه ان هو غصب عن بوزو هيلعب محرز الماتش الجاي اساسي، وهيخلي رحيم يروح يلعب مع الفراخ او يلعب مع البط او يعمل اي حاجه غير ان هو ينزل ملعب مباراه بروسيا.